بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي سكان وأهالي ولاية بن عروس، السلام عليكم. التيار الديمقراطي لأمينه العام السيد محمد عبو حزب ولد من رحم الثورة التونسية، لا تقيده إيديولوجية، يعتز بهوية البلاد العربية الإسلامية. كل مجهوده يرتكز على صياغة برامج واقعية وطموحة للنهوض بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للشعب. إن الثورة التونسية تحملنا مسؤوليات جمة فضلاً عما تمنحنا من حقوق، لذلك يحق لنا أن نعتز بالانتماء إلى هذه البلاد والترشح لخدمتها، ونحن عازمون على ذلك. هذا علاش في التيار الديمقراطي اخترنا شعاراً لحملتنا الانتخابية عازمون، والعزم يقتضي الإرادة القوية والصلبة. نحن في التيار الديمقراطي بعون الله عازمون على تحقيق أهداف الثورة، عازمون على ترسيخ الديمقراطية وحماية الحريات واحترام حقوق الإنسان، عازمون على تكريس مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة وخاصة مكافحة الفساد، عازمون على دفع الاقتصاد الوطني عبر أعلاء قيمة العمل وتحسين مناخ الاستثمار والإنتاج، عازمون كذلك على التصرف الحكيم والشفاف في ثروات البلاد. نريد لشعبنا أن يعيش في ظل في وطن لا تثقل الديون كاهله، ولا تضعفه الفوارق الجهوية، ولا تهدده قوى الردة ولوبيات الفساد. حان الوقت لتكريس هيبة الدولة وفرض سلطة القانون. قائمة التيار الديمقراطي مترشحة على دائرة بن عروس، هذه الولاية التي تشكو عديد النواقص والمشاكل، فمن خلال زياراتنا إلى معتمديات مرناق وفوشانة والمحمدية والخليدية ونعسان وأوذنا، عاينا التهميش وضعف البنية التحتية وضعف تجهيزات المدارس ومراكز الصحة العمومية وانتشار الفقر والبطالة ونقص المياه وعدم الربط بشبكة التطهير. كما عاينا بمعتمديات الزهرة ورادس وحمام الألف التلوث بكل أنواعه، وخاصة تلوث مياه البحر. كما تشكو معتمديات بن عروس وبمهل البساتين ومقرين والمدينة الجديدة الاكتظاظ واهتراء البنية التحتية والتلوث الهوائي وصعوبات النقل العمومي إلى آخره من المشاكل، وهي مشاكل قادرون على حلها إن شاء الله إذا توفرت الإرادة والعزيمة والبرامج الطموحة والأيادي النظيفة. نحن في التيار الديمقراطي متفائلون، ولم نكن أبدا أكثر تفاؤلا من الآن حول مستقبلنا، وهذا التفاؤل لامسناه خلال تواصلنا بأهالينا في كل الجهات من ولاية بن عروس. في الختام، أهالينا في ولاية بن عروس، لا أقول لكم انتخبوا قائمة التيار الديمقراطي ورمزها الانتخابي الدراجة التي تذكرنا بالجهد، بالعمل، بالنشاط، بالحيوية، بالعزيمة، بعدم الرجوع إلى الوراء، بل أدعوكم إلى الذهاب إلى الانتخاب بكل كثافة لممارسة حقكم الطبيعي، وفكروا مليا قبل التصويت، واختاروا الأفضل والأقدر من أجل تونس. عاشت تونس حرة منيعة، والسلام عليكم.